صافي ياسين، صافي ما دير في بالك والو. ما دير في بالي والو محسن صاحبي، انت كتشوف الحاله اللي واقع فيها دابا. خويا ياسين راه كنا حاسين بك اخويا، ماشي انت الاول ولا الثاني واقع عليه بحال هاد المشكل. وقتي خاصني نقلب عليه عطا حق ديالها صاحبي، الله انا الخير كامل صاحبي، ولادي خلوني في الورش، خاص دابا نقلب عليه عطا حق ديالها. خويا بغيتو نقلبو على خشك نقلبو عليها اخويا، من دابا نقلبو على خشك. فين نقلب عليها فين غنلقاها؟ راه ملي كانت صغيره وين متودرات صاحبي مع شي تبنا وشي عائله وما عرفتش فين كاينه دابا. ضروري اخويا عندك تصويرشة، نشدو تصويرشة ونلوحوها في الغابة. واش تصويرشة بقى صغيرة دابا راه معاها شي 7 سنين دابا صاحبي واش داز عليها؟ اش بالك انت اللي ساكت صاحبي؟ هو انا اللي كنت درت هو معاكم، هكا ما كاين فيها الامارة شي لعيبة عقلت عليها في الصغار شي لعيبة. ما عرفتش ما قالتش صاحبي ما قالتش. ضروري غتكون شي حاجة. قلت انا شي ملي تودرت انا اصلا باقي صغير انا وياه صغار. يا خويا فيش قلتي لي امك قالت لك راه فيها شي لعيبة هنا. وما بقيتش عاقل والله ما بقيتش عاقل اخويا محسن بالله كنت عارف هادشي كامل. ضروري غيكون شي لعيبة صاحبي ما تخليها تعرف لها بشي لعيبة. طلع الدم واش طلع الدم اخويا محسن. خويا يلا نخرجوا نبدلوا ساعة أخرى. يلا اخويا وندوب في هذا الموضوع هذا مزيان. يلا نمشيو اخويا. خويا نمشي نلبس حوايجي ونبدا. يلا. وصاحبي نبقاو نقلبوا صاحبي رجلينا ضرونا وهو مريح في الدار حنا كنقلبوا عليها صاحبي تما انا صاحبي. نبقاو نديروا في هذا البلان دابا خاصنا شي نحل صاحبي. صبر 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 القايشه القايشه شنو القايشه اش غنديروا ندير واحد الخطه زوينه ولكن تبعني وسكت ما تعارضنيش حنا نشوف هاد الخطه فين تخرج ديالي نعيط للدري ديك سلمى عرفت شي ديك سلمى عرفت شي ديك تكون معاه هادي نعيط لسلمى غتجي عندنا وغندوي معاها في واحد الخطه زوينه انها هي اختو زعما راه قلبنا ليه على اختو حنا بذلنا مجهود وهذيك دا قلبنا ليه وجبناها ليه ولكن هي فاش غتمشي راه غتنصاب عليه غتاخذ ديك باي ديالو حنا غتقسم معانا تعطينا ديك 70% وهي تاخذ 30%. لا صاحبي والله ما نصبوا عليها صاحبي. واش غنصبوا عليها صاحبي؟ هو عنده الفلوس حنا راه ما عندنا والو اخويا. هو تخرجناها في شي طريق مشيت ليها صاحبي. شوف تبعني وسكت اصاحبي غنديروا خطه زوينه هي غتمشي عنده غتنصب عليه غدير ليه رزقه غيكتب ليها هذيك الوصيه وداك الشيء ديالو صافي وغتعطينا حنا 70% وهي تاخذ 30%. والشيخ فهد سلمان تيق فيها. وتيق فيها اصاحبي. عيط لها اخويا. الو وفين سلم؟ شوف جا عندي دابا حدا المدرسه اللي في الشوكه جا عندي دابا غتلقايني قال سمي اجي 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 كاين واحد البلان زوين اجي يلا انا كنتسنى يا يا خويا جي وغتفري لينا هنا نشوف هيا فين سلم؟ فين سلم؟ صافا اجي اجي ريح اجي اش من رايح اش باغي؟ باغيك فواحد البلان كاين واحد لاخر زوين. وي وي بصح عارف هذوك البلانات الخاوين ديالك قول. شوفي سلمى سمعيني مزيان وحلي معايا ودني. كاين واحد لافير زوينه بزاف وغندبروا فيها على صريف. دابا شناهو واحد الدري ماتوا ليه والديه في كسيده. كانوا غاديين وماتوا في كسيده وخلاو ليه الورش خلاو ليه اراضي خلاو ليه واحد جوج ديور. امو بعدا خلات لي واحد جوج ديور وما عرفتلاش فواحد الاقامه. ابار با خلى الاراضي وخلاو ليها الدار هذه اللي ساكن فيها حنا غادي نمشيو هو قال لك باغي يقسم الورش مع خشو غادي نمشيو على اساس انت يا خشو وغادي تلعبي عليه واحد الدور بانك انت يا راه هاد السنين هذيك انت موحشاه وباغي تتلاقاي معاه وهذه كذا فهمتيني غتلعبي الدور زوين هو فاش غيكتب لك الوكاله غنكرو بحال حنا ما كنعرفوه ما والو انت غتاخذي 30% حنا ناخذو انا ودير 70% شنو هو مني شي 30% لا مابقاش معكم انا كاع كيفاش البلان صاحبي قلنا مع مزيان هذا 30% صاحبي خويا انت كتشوف هاد خيتي هادي راه معاك كثار صاحبي صافي راه قلت 30 نمشي غنعطى كاع قل انا وانا انا نشوف مع انا نشوف مع شوفي سلمى 30% راه درنا معاك المزيان راه انا وباقي انا شوف شوف اسمع 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 انا نقول لك واحد البلان حيت جيتينا ما عارفه وماشي اول مره غنتعامل معاك غادي نخليها 30% مزيان صافي شاد انا هذا لاحظ داك السلم صافي انا مش مشكل لا تلح حتى شي حق انا غادا قول لي سميش باس سميش مو سميش هو انا غادا صافي شوفي ها هو تصوير شو بعدا شي هو هذا عطيني صافي عقلت عليك عندك تنساي ولا شي لا ماش خايف سميش باس سميش الحسن ام سميش فاطمه سال صافي هو سميش ياسين صافي مشي صافي صافي عندك وغدا ان شاء الله عرفتي فين نتلاقى حدا مدرج جزائر صافي صافي عرفتها يلا وبيناتنا صافي لا تلاح يلا بسلام صافي طبرنا على هوا مزيان دابا ها هو فين هو صافي فين ياسين انا شايف وين حطيتك
مالكش عطلت يا زعما اسمحوا لك تسناو فوق كلاشي شنو واقع خويا مش دير لكم واحد العيبه زوينه تعجبك فرقع هاكي خديت قهوه بصحه لحم شنو هو دابا واش غتبقى تسنى معنا ولا غتمشي للدار وقول لي شنو هو هادشي اللي واحد المفاجاه قول لي قول لي غير قايدان شنو اشرح لي يا صاحبي خويا قايدان الوقت ديالك بالله والله اش اخويا اش راه غير هذه اختي اللي تقلب عليها لقيناها وايوب كيدرش وليها واش كتعرف علينا صاحبي فين هي فين هي اسمع اسمع قلت لك في الاول انا معاك وفين هي هي جايه قلت لها الطاكسي غيرت شويه هي سلام سلام يا اخي يا لي اخويا سلمى ها هو اخوك اللي وعدتك خويا ياسين ها هي اختي نمشيو دابا وخليكم نتوما بيناتكم يلا شكرا سلام سلمى كنت غابر في وقتك يا من 7 سنين اش من كنت غابر راني كنت كنقلب عليك انا ما عرفتش واش نقش دابا انا لقيتك بحق الله على شحال انا كنقلب عليك شنو هو؟ كيفاش ماشي اختي؟ اي ماشي اختي كياسين هاد النهار كنت جالسة انا وصاحب شي اسماء وما يصونيو لي صحابك عرف شنو؟ كنت قلت لهم صحابك شوفي سلمى 30% راه درنا معاك المزيان راه انا وباقي شوف شوف اسمع 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 انا نقول لك واحد البلان اه حيت جيتينا معرفة وماشي اول مرة غنتعامل معاك غادي نخليها 30% مزيان صافي شاد انا هذا لاحظ داك السن صافي انا مش مشكل لا تلح هادشي حق انا غاده قول لي اش مش باس مش موس مش هو انا غاده صافي شوفي ها هو التصوير شو بعدا شي هو هذا عطيني صافي عقلت عليك ما عندك تنساي ولا شي لا مش خايفش مش باس مش الحسن ام رسميشه فاطمه سال صافي هو رسميشه ياسين هادشي اللي كاين ياسين ما زدت حتى شي حاجه من راسي والله وريتك الحقيقه ديال صحابك وشنو كانوا مخبين عليك وانا مقدرش نبقى نكذب عليك شي كامل دارو صحاب باش فهمت الثقة ولكن هاني الوقت كتعلم باش بحال خوتي شكرا سلمى بزاف حق الله ماشي مشكل والله فين موس فين خويا ياسين سيد صافا بخير سي سلمى صافا اي اش فهمت شو خويا ولي شي مشي مشغول هاي بزاف مرسي باغي الفلوس قول لي خويا ياسين محتاج الفلوس دير هاد الدريه طريقه باش تاخذ من عندي انا الورد اللي خلاو لي الوالدين راني خويا اش درت لك غير عاودت لي كلشي ام حسين اش عاودت لك اخويا اش كان باش بغات ديروا لي واش كان خلاو لي الوالدين بغات ديروا ليا انت اش دري دري في اطراش عليك عاودت لي كلشي يا صاحبي خويا ما درت لك والو انت ماشي راجل صاحبي انت ولك ايوب باش عارف ما نعرفك ام حسين انا شفت مخي ياسين ماشي ماشي هضرنا بلاصه صغير ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف اش عارفني ما نعرف اسمح لي واش عارفني ما نعرفك ام حسين هادشي ساهل انا اتميش واجبد على فمي يلا سلم قلبي عمر مجيت الناس اللي قرب ليا مات الاحساس كراس الدنيا عندي مشاكل فين تبان مشاكلك خويا دموعي عاش قليل باش ما يشوفش باش